في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين 17 من شهر ربيع الأول من سنة 32 و400 وألف، ونحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 63 من دروس شرح ألفية بن مالك رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ بالدرس أحب أن أنبه إخوان إلى اسم هذا الشهر وهو ربيع الأول، فأسماء الأشهر كما تعرضنا لذلك في باب العلم هي من الأعلام، فلهذا نقول ربيع الأول فنعرف الصفة، لأن ربيع هنا علم، فلا نقول مثلا ربيع أول نجعله نكرة، ولا نأتي بالشهر على سبيل الإضافة فنقول ربيع الأولي، لأنه معرف بالعلمية وليس معرفا بالإضافة، فلهذا الشهر هو ربيع الأول، وكذلك ربيع الآخر، وكذلك جمادى الأولى، الكلام نفسه إلا أن ربيعا مذكر وجمادى مؤنث. كنا توقفنا يا إخوان في آخر درس في الكلام على أوائل الأبيات في باب الإضافة، ولعلنا نذكر بما ذكرناه من أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب باب الإضافة 8 مسائل: المسألة الأولى ما يحذف للإضافة، والمسألة الثانية معاني الإضافة، والمسألة الثالثة ما يكتسبه المضاف إليه من المضاف، والمسألة الرابعة انقسام الإضافة إلى لفظية ومعنوية. هذه المسائل درسناها في الدرس الماضي، وبقي من المسائل التي ذكرها ابن مالك في هذا الباب المسألة الخامسة إضافة الشيء إلى نفسه، المسألة السادسة الأسماء الملازمة للإضافة وأحكامها، والمسألة السابعة حذف المضاف وحذف المضاف إليه، المسألة الثامنة الفصل بين المضاف والمضاف إليه. هذه المسائل التي ذكرها ابن مالك في هذا الباب. شرحنا كما قلنا 4 مسائل، والآن نقرأ ما قاله ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك، فقال: ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول مهما إذا ورد.
فقال رحمه الله تعالى في البيت السابع والثامن والتاسع: ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. تكلم في هذه الأبيات على حكم يتعلق بالمسألة السابقة، وهي انقسام الإضافة إلى إضافة حقيقية معنوية وإلى إضافة لفظية غير حقيقية. فالإضافة اللفظية كما عرفنا هي إضافة لفظية غير حقيقية وليست محضة، ليست محضة لأنها على سبيل الانفصال، على سبيل الانفصال، وإنما إضافتها إلى إضافة في الشكل واللفظ فقط لا في الحقيقة. ولهذا جاء عن العرب، جاء في السماع إدخال أل على المضاف في هذه الإضافة اللفظية، مع أن الأصل أن الإضافة لا تجامع أل لأنهما متنافيان، إلا أن السماع جاء بإدخال أل في المضاف مع الإضافة اللفظية في مواضع معينة ذكرها ابن مالك في هذه الأبيات. ففي الإضافة المعنوية الحقيقية عندما نقول قلم طالب أو قلم الطالب لا يجوز أبدا بحال أن تدخل أل على المضاف، ما تقول القلم الطالبي أو القلم طالب، لا يجوز هذا بحال. أما مع الإضافة اللفظية فكما قلنا جاء السماع بذلك في مواضع. الموضع الأول إذا كان المضاف إليه فيه أل، كأن تقول جاء محمد المكرم الرجل، جاء محمد فعل وفاعل، المكرم صفة وهو مضاف، الرجل مضاف إليه، فالمضاف المكرم فيه أل والمضاف إليه فيه أل، والإضافة هنا لفظية فلهذا جاز إدخال أل. فلو كان الموصوف نكرة كنا نقول جاء رجل نقول جاء رجل مكرم الضيف، جاء رجل مكرم الضيف، لأن رجل نكرة، حينئذ لا وجه لإدخال أل على الصفة. لكن لو قلت جاء محمد تقول جاء محمد المكرم الضيف. طيب، وإن لم تأتي بالموصوف أصلا جاز لك أن تقول جاء المكرم الضيف وجاء مكرم الضيف بأل ومن دون أل. ومن ذلك أن تقول جاء محمد الكريم الخلق الكثير الخير الجعد الشعر، وهذا مثال ابن مالك، والطويل اليد. نعم، وتقول في النكرة جاء رجل كريم الخلق كثير الخير طويل اليد جعد الشعر. ومن ذلك قوله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المقيم مضاف والإضافة لفظية لأنه وصف اسم فاعل، الصلاة مضاف إليه ولهذا حذفت النون. ولو أثبتت النون في المقيمين
لانتفت الإضافة وأعمل اسم الفاعل فنصب ما بعده، فقيل في الكلام والمقيمين الصلاة، فحينئذ لا إضافة، ما في إضافة، إذن ما في إشكال أصلا في إدخال ال حينئذ، وإنما الكلام على إدخال ال مع الإضافة في نحو والمقيم الصلاة. نعم، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني، تدخل ال على المضاف الإضافة اللفظية إذا كان المضاف إليه مضافا إلى ما فيه ال، كأن تقول جاء محمد الطويل شعر الرأس، وهذا الموضع مشابه للموضع السابق. الموضع السابق أن نقول جاء محمد الطويل الشعر، هنا جاء محمد الطويل شعر الرأس، وتقول جاء محمد الكريم نسب الأم، وجاء محمد الراوي أخبار العربي. فلو أتيت بالموصوف نكرة كنت تقول جاء رجل طويل شعر الرأس، وجاء رجل كريم نسب الأم، وجاء رجل راوي أخبار العربي، وتقول جاء طويل شعر الرأس وجاء الطويل شعر الرأس. طيب، ومن ذلك قوله عز وجل إنا مهلكو أهل هذه القرية، إنا مهلكو، هذا اسم فاعل، مهلك، مهلكو أهل هذه القرية، هنا حدثت الإضافة، فمهلك مضاف، وهذه مضاف إليه، وهذه مضاف، والقرية مضاف إليه. ففي مثل هذا الأسلوب لك أن تدخل أل، مع أن الآية ما فيها أل، لكن لك أن تدخل أل، فنقول مثلا يجوز أن تقول في الكلام نحن المهلك أهل هذه القرية، وأن تقول نحن مهلكو أهل هذه القرية. نعم، فإن قال قائل طيب لو نظرنا للمثال الأول هنا أو في الموضع السابق جاء محمد الطويل اليد، جاء محمد الطويل اليد، ماشي. طيب لا، جاء رجل، ماذا نقول؟ طويل ماذا؟ جاء رجل طويل اليد، رجل نكرة وهو موصوف، وأين صفته؟ طويل. طيب طويل أضيفت إلى اليد، فهل المضاف طويل معرفة أم نكرة؟ إن قلت معرفة لإضافته إلى اليد فكيف توصف النكرة رجل بمعرفة؟ وإن قلت نكرة فكيف يكون نكرة مع أنه أضيف إلى اليد معرف بأل؟ واضح السؤال؟ من يجيب يا إخوان؟ شرحنا في الدرس الماضي، بس على الدرس الماضي في آخر الفصل الماضي. نعم، تحاول؟ نعم، ما نوع الإضافة في قولنا طويل اليد؟ معنوية أم لفظية؟ لا، كيف معنوية؟ لفظية، لأن المضاف هنا وصف، وصف صفة مشبهة، والإضافة اللفظية هل تفيد التعريف؟ لا،
الذي يفيد التعريف كما تكلمنا من قبل الإضافة المعنوية، أما الإضافة اللفظية فلا تفيد التعريف قط، إنما تفيد التخفيف، يعني التخفف من التنوين أو التخفف من النون في المثنى والجمع أو إزالة القبح في مواضع قليلة، لكنها لا تفيد التعريف قط. فلهذا تقول رأيت رجلا كريم الخلق وشربت لبنا قليل الدسم، فلو عرفت الموصوف لكنت تقول رأيت الرجل ماذا؟ الكريم الخلق، فأدخلت أل. كيف تدخل أل على معرفة؟ نقول ليس معرفة، لأن إضافته إضافة لفظية لا تكسب التعريف. نعم. الموضوع الثالث إما تدخل فيه أل على المضاف الإضافة اللفظية إذا كان المضاف مثنى أو جمع سلامة، مثنى أو جمع سلامة، وهذا قول ابن مالك، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، وكونها يعني أل في الوصف يريد أن الإضافة إضافة لفظية، كاف إن وقع مثنى، المثنى معروف، أو جمعا سبيله اتبع، يعني إما مثنى أو جمعا يتبع سبيل المثنى، إذن فهناك جمع يتبع سبيل المثنى وهناك جمع لا يتبع سبيل المثنى، فالجمع الذي يسلك أو يتبع سبيل المثنى هو الجمع السالم الصحيح، يعني جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، لأن طريقة الجمع حينئذ كطريقة التثنية، فكما تقول في تثنية محمد محمدان فيسلم المفرد وتضيف ألف ونون، فإنك في الجمع تقول محمدون فصورة المفرد تسلم وتزيد واو ونون، وكذلك في جمع المؤنث السالم تسلم صورة المفرد فتقول مثلا في هند هندات، فقالوا إن هذا الجمع يتبع المثنى في طريقة الجمع. أما جمع التكسير فإنه لا يتبع سبيل التثنية لأن صورة المفرد فيه تتغير. نعم. فلهذا نقول مثلا جاء الرجلان المكرما الضيف، فإذا وصلنا نقول جاء الرجلان المكرما الضيف، ونقول في الجمع جاء الرجال المكرم الضيف، فإذا وصلنا جاء الرجال المكرم الضيف. نعم. طيب، ونقول جاء الرجلان المكرما محمد، وجاء الرجال المكرم محمد، تنظر للمضاف إليه سواء كان فيه أل كالضيف أو علم كمحمد، لأن الوصف يعني المضاف مثنى أو جمع، أو تقول جاء الرجلان المكرماك، أو جاء الرجال المكرموك، كل ذلك يجوز لك فيه إدخال أل على المضاف لأنها إضافة لفظية والمضاف مثنى أو جمع. طيب، وإن لم تذكر الموصوف جاز لك أن تقول جاء المكرم الضيف
أو جاء مكرم الضيف، وتقول جاء مكرم محمد وجاء المكرم محمد، كل ذلك يجوز. وكان القياس ألا تدخل أل على المضاف هنا حتى في الإضافة اللفظية، كان القياس ألا تدخل أل، لأن الإضافة لا تجامع أل. ولكن الذي جوز ذلك كون الإضافة إضافة لفظية غير محضة غير حقيقية، لأنها على نية الانفصال كما سبق. طيب، ولذا لو خرجنا عن المسموع قلنا القياس أن هذا لا يجوز، ثم جوزنا هذه المواضع الثلاثة لأن السماع دل عليها. والقاعدة تقول إن الأمر إذا كان خارجا عن القياس فلا يتجاوز فيه السماع، يعني الأمر إذا جاء موافقا للقياس، الأمر إذا جاء موافقا للقياس فيكفي فيه الأدلة القليلة ونقيس عليها. لكن إذا جاء الأمر مخالفا للقياس فالأصل أن يمنع، فإذا جاءت أدلة سماعية على جواز مواضع فيه فيجب أن يتوقف حينئذ عند السماع، لأن القياس يمنع، إلا أن السماع جوز هذه المواضع المعينة فيجب أن لا يتجاوز حينئذ السماع. فلهذا لا يجوز أن تقول مثلا جاء محمد الضارب رجل، لأن المضاف إليه ليس فيه أل، ليس من الموضع الأول ولا من الموضع الثاني، لأن المضاف إليه ليس مضافا إلى ما فيه أل، وليس من الموضع الثالث المضاف الضارب، ليس مثنى ولا جمعا. إذن ماذا تقول هنا؟ يجب أن تعمل اسم الفاعل، فتقول جاء محمد الضارب رجلا، بمعنى جاء محمد الذي يضرب رجلا. وهل يجوز أن نقول جاء محمد المكرم زيد؟ جاء محمد المكرم زيد، هل هو من الموضع الأول المضاف إليه فيه أل؟ لا، وليس من الثاني. هل هو من الثالث المضاف مثنى أو جمع؟ إذن لا تجوز هذه الجملة، غير جائزة. طيب، كيف نصححها؟ بأن نعمل اسم الفاعل، فنقول جاء محمد الضارب، نعم، جاء محمد المكرم زيدا، المكرم زيدا. طيب، هل لك أن تقول جاء محمد ضارب رجل؟ تكون ضارب حال. طيب، ورجل مضاف إليه، يعني الإضافة هنا جائزة. نعم، الإضافة هنا جائزة، إضافة لفظية وليس هناك أل، هناك لا مانع من الإضافة. طيب، لكن الإعراب كيف يكون؟ الإعراب يكون حال، على معنى جاء محمد حالة كونه يضرب رجلا. نعم، هذا ما فيه إشكال، جائز. طيب، هل لك أن تقول جاء محمد ضارب رجل؟ إن جعلتها حالا لا يصح لأنك رفعت، وإن جعلتها صفة نعتا يصح أو لا يصح؟ ها؟ لا يصح، لأن الموصوف معرفة محمد، والصفة نكرة، إذن ما يصح، ما
ما يصح أن تقول جاء محمد ضارب رجل، فلك أن تقول جاء محمد ضارب رجل حال، أو تقول جاء محمد الضارب رجلا، على أنها صفة، الضارب صفة حينئذ. طيب، وجاء محمد الضارب زيد، قلنا هذا جائز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب، وهل يجوز أن تقول جاء محمد وجاء محمد المكرم رجلا على الإعمال؟ جائز. فما إعراب المكرم؟ جاء محمد المكرم صفة. طيب، هل لك أن تقول جاء محمد مكرم رجل بلا أل؟ نعم يجوز، فإعرابها حال. نعم. وهل لك أن تقول جاء محمد ضارب رجل أو جاء محمد مكرم رجل؟ ها، جاء محمد ضارب رجل لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الموصوف معرفة والصفة نكرة. طيب، فإن قلنا جاء محمد المكرم زيد، هذا لا يجوز لأنه ليس من المواضع الثلاثة. طيب، جاء محمد المكرم زيدا يجوز، فالمكرم صفة. طيب، جاء محمد مكرم زيد يجوز على الحالية. نعم، يجوز على الحالية. طيب، جاء محمد مكرم زيد، جاء محمد مكرم زيد يجوز. جملة أخرى. جيد، ما شاء الله. نعم، إذن بس انتظر. نعم، جاء محمد مكرم زيد، جائزة أم غير جائزة؟ طبعا حينئذ ما في إلا الوصفية، أنها نعت، مكرم زيد نعت، فمحمد معرفة علم، مكرم زيد معرفة أم نكرة؟ ها، نكرة. لفظية النكرة، نكرة. ها ها، يلا، الذي قلته قبل قليل. نعم، ماذا تقول؟ لا لا، أنا أريدها على الجادة، على الإتباع، على الإتباع. نعم، نقول إذا كان اسم الفاعل مكرم هنا بمعنى الحال أو الاستقبال فالجملة غير صحيحة، لأن الإضافة حينئذ إضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا تكسب التعريف. يعني مكرم زيد هذا معرفة أو نكرة؟ إن كانت الإضافة لفظية نكرة، نكرة إذن يجب أن تقول جاء محمد مكرم زيد حالة كونه، لأن النكرة إذا وقعت صفة للمعرفة نصبت على أنها حال. فإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي، بمعنى جاء محمد الذي أكرم، ليس الذي يكرم أو الذي سيكرم، لا، جاء محمد الذي أكرم زيدا في الماضي، فالإضافة حينئذ لفظية أو معنوية؟ ها، بمعنى الماضي معنوية، نحن شرحنا الكلام عن الإضافة اللفظية والمعنوية. نعم، إذا كانت الإضافة على معنى الماضي يعني أكرمه وانتهى، فالإضافة حينئذ إضافة حقيقية معنوية، فمكرم زيد معرفة تعرف بالإضافة، فتقول جاء محمد مكرم زيد بالرفع على أنه نعت. نعم نعم،
كمكرم زيد اسم فاعل كذلك كذلك الوصف. قلنا متى تكون الإضافة إضافة لفظية؟ بشرطين: الأول أن يكون المضاف وصفا، والثاني أن يكون زمنه الحال أو الاستقبال. فإن لم يكن المضاف وصفا كقلم زيد وباب المسجد فإضافة معنوية. طيب، فإن كان المضاف وصفا لكن زمنه الماضي كضارب زيد بمعنى ضربه، وآكل الطعام بمعنى أكله، وكاتب الدرس بمعنى كتبه، فهذه إضافة حقيقية معنوية. نعم. طيب، نعم، المعنى، نعم، المرد إلى المعنى دائما. اللغة دائما تعتمد على المعنى، لأن اللغة تبين المعنى، والمعنى يحكم على اللفظ. طيب، فلهذا يقولون، يعني لو قال إنسان أنا قاتل زيدا تقتص منه أو لا تقتص منه؟ ها؟ لا، أنا قاتل زيدا هذا لا تختص منه، يعني أنا سأقتله، هذا يهدده ما فعل. لكن لو قال أنا قاتل زيد، قال أنا قاتل زيد فأضاف حينئذ معنى قتله. وهذه القصة يذكرونها عن الإمام الكسائي وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، كان يجتمعان عند الخليفة هارون الرشيد، وكان الكسائي طبعا مربي لأبنائه وحظيا عنده، فقال له أبو يوسف مرة إني أرى هذا الكوفي قد استحوذ عليك، فقال يعني إني أستفيد منه أشياء كثيرة جدا، فقال الكسائي إذن لي بسؤاله، فقال اسأله، قال سأسألك، قال هارون في ماذا؟ قال في الفقه، قال تسأل أبا يوسف في الفقه؟ قال نعم، فسأله هذا السؤال أنا قاتل زيدا وأنا قاتل زيد. ولكن الحكم في هذه الأمور إنما يؤخذ به من يعرف مقاصد الكلام، أما الذي لا يعرف مقاصد الكلام العربي الفصيح فإنه يؤخذ بالعرف، أعراف الناس، أن ماذا يقصد الناس بهذا الكلام. فلهذا يقولون مثلا لو قال إنسان والله لا آكل والله لا آكل لحما مثلا، ثم أكل سمكا، يحنث أو لا يحنث؟ على عرفهم هل السمك لحم أو ليس بلحم. أما في اللغة لا شك أن السمك لحم، لكن بعضهم ما يسمي السمك لحم، في يعني باللحم اللحم الأحمر، هذه أمور تعود إلى العرف. فلهذا مرض الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فزارته امرأة فقالت أسأل الله أن يشفيك، فقال اللهم بقلبها لا بلسانها، لأن أشفى يشفي بمعنى أهلك، لكن شفى مضارعه شفى ثلاثي، إذن مضارعه مفتوح، شفى يشفي مثل ذهب يذهب، شفى يشفي. أما أشفى رباعي، الرباعي مضارعه مضموم مثل أقبل يقبل، أشفى يشفي. فقال اللهم بقلبها لا بلسانها. طيب، بعد ذلك كله نقول اختلف النحويون في القياس على هذه المواضع الثلاثة في الإضافة اللفظية، هل يقاس عليها غيرها أم يوقف عليها؟ فالجمهور منعوا القياس عليها لما قلناه من قبل من أن القياس يمنع إدخال ال على المضاف أصلا،
فأي خروج على هذا القياس لا يجوز إلا بالسماع، والسماع لم يأتي إلا بهذه المسائل باتفاق. وقال الفراء يجوز القياس على ذلك في كل المعارف، في الإضافة إلى كل المعارف، إذا أضفت إضافة لفظية إلى معرفة فلك إدخال أل، فتقول جاء المكرم الرجل، هذا مسموع، وتقول جاء المكرم زيد، لأن هذا علم معرفة وهذا أيضا معرف بالمعرفة، وتقول جاء المكرم هذا الرجل وجاء المكرم الذي عندي، فأجاز القياس على ذلك. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. هذا البيت العاشر، تكلم هنا على المسألة، نعم لا هذه تابع لمسألة سابقة أيضا، تكلم هنا على إكساب المضاف إليه للمضاف التأنيث، أن المضاف إليه وهو الثاني قد يكسب المضاف وهو الأول، يكسبه التأنيث. يعني مثل ماذا؟ كأن نقول مثال من عندنا: خلق النميمة مذمومة على كل حال، خلق النميمة مذمومة على كل حال، فخلق مذكر وهو مضاف، والنميمة مؤنث وهو مضاف إليه، والأصل أنك تراعي المضاف في الإخبار فتقول خلق النميمة مذموم، هذا هو الأصل. لكن ربما، يقول وربما أكسب ثان أولا، ربما تدل على التقليل، ربما يجوز لك أن تقول خلق النميمة مذمومة على كل حال. طيب، إكساب الثاني الأول، إكساب المضاف إليه المضاف التأنيث، جائز مطلقا أو بشرط؟ بشرط إن كان لحذف مهلا، يعني إذا كان معنى الكلام بوجود المضاف وحذفه سواء، ولو كان المعنى العام، ولو كان المعنى المجازي، فقولك خلق النميمة مذمومة على كل حال هو معنى النميمة مذمومة على كل حال. ومن ذلك قولهم قطعت بعض أصابعه، فبعض مذكر والأصابع مؤنث، وكان الأصل أن يقال قطع بعض أصابعه، كقوله تعالى يلتقطه بعض السيارة، لكن قالت العرب قطعت بعض أصابعه لأن المضاف إليه أكسب المضاف التأنيث، لأن معنى قطعت بعض أصابعه وقطعت أصابعه في المعنى الإجمالي واحد. المعنى الإجمالي لو المعنى المجازي. ومن ذلك قولهم اجتمعت أهل اليمامة، مع أن الأهل مذكر لكن اليمامة مؤنث واكتسب منه التأنيث. ومن ذلك قراءة الحسن البصري تلتقطه بعض السيارة. طيب، قيل ومن ذلك قوله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، وكان جادة الكلام أن يقال رحمة الله عظيمة ورحمة الله قريبة من المحسنين، فمما قيل في تخريج الآية أن المضاف الرحمة اكتسب من المضاف إليه لفظ الجلالة التذكير، فقيل قريب. وسبق أن نبهنا أكثر من مرة من أن الله جل جلاله لا يوصف بالتذكير ولا
بالتأنيث، إلا أنه في اللغة يعامل معاملة المذكر. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى، انتبهوا للآية: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. أين الشاهد؟ وإن كان مثقال حبة، وفي قراءة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. أين الشاهد؟ ارفع صوتك. كان مثقال، طيب مثقال مذكر، وكان مذكر على الأصل على الجادة ما في مشكلة، كان مذكر يعني مسند إلى مذكر، ومثقال مذكر، ما قال كانت مثقال ذرة، واضح؟ ما في مشكلة، ليس مثل اجتمعت أهل اليمامة. نعم، الشاهد في خردل؟ لا لا لا، ها الشاهد في قولي بها، بها وإن كان مثقال حبة أتينا بها، والأتينا به أتينا بالمثقال أو أتينا بالحبة، هو المذكور الآن حبة ولا مثقال حبة؟ مثقال، فلو جاء الكلام على الأصل لقيل أتينا به يعني بالمثقال، لكن قال بها. نعم، طبعا عن خروج الكلام عن أصله إنما يكون في كلام الفصحاء لنكتة بلاغية يعرفها الفصحاء ويقف عليها البلغاء، أما نحن الآن فنبين أوجه اللغة الجائز وغير الجائز، وربما نشير إلى بعض هذه الأوجه البلاغية بما يتسع به الوقت. ومن ذلك قوله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. هذه نريد هذه القراءة، وإن تك حسنة، هنا قراءة أخرى وإن تك حسنة، هذه لا نريدها، يعني الشاهد ليس عليها، الشاهد على إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة. حسنة اسم تكن أم خبر تكن؟ خبر تكن. أين اسم تكن؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن مثقال الذرة حسنة نضاعفها، فقال حسنة بالتأنيث، مع أن اسم كان مثقال لكن مثقال اكتسب من المضاف إليه التأنيث. وقال عز وجل: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هم كانوا في الحفرة أو كانوا في النار أو كانوا في الشفا؟ في الشفا، فكان الظاهر يقول فأنقذكم منه، لكن قال منها لأن الشفا حفرة فأضافها إلى مؤنث. ومن ذلك قول ذي الرمة، وهو غيلان ابن عقبة يتحدث عن النساء ويصف مشيهن: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. تسفهت يعني أمالت، يمشينا بتمايل، يقول مشينا كما اهتزت رماح تسفهت يعني أمالت، أمالت أعاليهن أو أمالت أعاليها. ما الذي أمالها؟ مر الرياح. ما الذي أمالها؟ الرياح ولا المر؟ مر الرياح، والمر مذكر أو مؤنث؟ مذكر. ومع ذلك قال تسفهت، تسفهتها مر، أمالتها مر، لأن مر مضافة إلى الرياح. نعم، أمثلة على ذلك كثيرة، ومن ذلك قول الأغلب العجل وهو من المعمرين، فلهذا قال طول الليالي أسرعت في نقضي، نقضن كلي
ونقضن بعضي، وفي رواية نقضن طولي ونقضن عرضي، طول الليالي أسرعت، وكان جادة الكلام أصله أن يقال طول الليالي أسرع، لأن الذي أسرع الطول، لكن قال أسرعت لأنه مضيف إلى الليالي. فإن لم يصح حذف المضاف واستقامة المعنى فحينئذ لا يكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث. فلو قلت مثلا خرجت، أو مثلا خرجت غلام هند، فالغلام لا يأخذ من هند التأنيث، لأنك لو قلت خرجت هند لا بطل المعنى الذي كنت أردته. قلنا ويفهم من قوله وربما أن هذا قليل، وأن الأصل أن يكون المعتمد على المضاف لا على المضاف إليه. وقوله أكسب ثان أولا تأنيثا، قل الأول الثاني قد يكسب الأول التأنيث، قوله هذا يشعر بجواز العكس، يعني أن يكسب الثاني الأول التذكير. لو كان الأول مؤنث والثاني مذكر لجاز للثاني أن يكسب الأول التذكير بالشرط المذكور، وهو جواز حذف المضاف واستقامة المعنى، لكن هذا أقل من اكتساب التأنيث. ومن ذلك قول الشاعر رؤية الفكر ما يؤول له الأمر معين على اجتناب التواني، رؤية الفكر ما يؤول له الأمر معين، فقال معين مع أن معين خبر لرؤية، لكن الرؤية مضافة إلى الفكر إلى مذكر. ومن ذلك قول الشاعر الآخر إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا، فقال مكسوف مع أنه خبر عن إنارة، لكن إنارة مضافة إلى العقل. ومن ذلك قوله عز وجل فظلت أعناقهم لها خاضعين، أين الشاهد؟ فظلت أعناقهم لها خاضعين، تفضل، خاضعين، أحسنت. الأعناق مذكر ومؤنث، مؤنث، فما قال فظلت أعناقهم خاضعة أو خاضعات، وإنما قال خاضعين، لأن الأعناق أضيفت إلى هم فاكتسبت منه التعريف. وفي الآية أوجه أخرى في التخريج فإن لم يجز حذف المضاف واستقامة المعنى لم يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير، كما لو قلت قام امرأة محمد، ليس المعنى على قام محمد. فإذا انتهينا من ذلك نقول إن المضاف يكتسب من المضاف إليه أحد عشر أمراً، أحد عشر أمراً، المضاف يكتسب من المضاف إليه أحد عشر أمراً: التعريف أو التخصيص أو التخفيف أو إزالة القبح. هذه الأربعة درسناها في الدرس الماضي، فالإضافة المعنوية تكسب التعريف أو التخصيص، والإضافة اللفظية تكسب التخفيف أو إزالة القبح، هذه أربعة. وأيضا قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيث، وهذا الذي درسناه في هذا البيت. طيب هذه ستة أمور، يبقى أن المضاف قد يكتسب من المضاف إليه أيضا الظرفية، لقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين، كل ظرف، وحين مضاف إليه، مع أن الاسم الذي يدل على الظرف على الزمان كل أم حين؟ حين. أما كلمة كل تدل على الكلية لا تدل على الزمان،
ومع ذلك انتصبت كل على الزمانية الظرفية لأنها اكتسبت من المضاف إليه الظرفية، وتقول سرت بعض اليوم. وقد قال ابن مالك فيما درسناه في باب المفعول فيه في نيابة المصدر عن أسماء الزمان والمكان، قال وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر. طيب هذا السابع. الثامن المصدرية، قد يكتسب المضاف من المضاف إليه المصدرية، نحو أكرمته كل الإكرام. أكرمته فعل وفاعل ومفعول، كل مفعول مطلق وهو مضاف، والإكرام مضاف إليه، مع أن المفعول المطلق هو المصدر بعد فعله، ومع ذلك قلنا إن كل هو المفعول المطلق لأنه اكتسب المصدرية من المضاف إليه. وذكر ذلك ابن مالك في باب المفعول المطلق ودرسناه، فقال وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد واترك الكسل. الأمر التاسع الصدارة، نحو صبيحة أي يوم سفرك. صبيحة أي يوم سفرك، يسأل عن زمن السفر، تقول سفرك اليوم، سفرك غدا، مبتدأ خبر، فالخبر هنا ما يجب أن يتصدر، لكن لو قلت متى سفرك فمتى خبر، وسفرك مبتدأ، ومتى خبر مقدم وجوبا لأنه اسم استفهام له الصدارة. فإذا أضيف الاسم الاستفهام كقولك صبيحة أي يوم سفرك، كان الخبر واجب التقديم لإضافته إلى ما له الصدارة. قلنا الأمر التاسع الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه الصدارة، وقد ذكر ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الابتداء ودرسناه، فقال كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا. والأمر العاشر البناء، فإذا أضيف معرب إلى مبني فقد يكتسب منه البناء، كقوله عز وجل لقد تقطع بينكم، على قراءة الجمهور بفتح النون، مع أن تقطع فعل وبينكم فاعل، ومع ذلك بني على الفتح لاتصاله أو لإضافته إلى مبني. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيوم ظرف معرب لكن لما أضيف إلى ما صدره مبني بني. وقد ذكر ذلك ابن مالك في هذا الباب، باب الإضافة، وسنذكره إن شاء الله ونشرحه، فقال وابني أو أعرب ما كإذ قد أجريا، واختر بنا متلو فعل بنيا. الأمر الحادي عشر الإعراب، فإذا أضيف مبني إلى معرب فقد يكتسب منه الإعراب، كقولهم هذا 15 زيد على لغة قليلة، فأعرب 10 عندما أضيفت إلى معرب. وذكر ذلك ابن مالك في باب العدد في قوله وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب. سيأتينا إن شاء الله باب العدد. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الحادي عشر ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. في هذا البيت تكلم على إضافة الشيء إلى نفسه، وهذه المسألة الخامسة في هذا الباب، إضافة الشيء إلى نفسه. وإضافة الشيء إلى نفسه تشمل ثلاث صور. الصورة الأولى أن تضيف الاسم إلى مرادفه، اسمان مترادفان، ثم تضيف الأول إلى الثاني، كأن تقول هذا أسد ليث، هذا قمح بر، هذا قمر بدر،
هذا محمد أبي زيد، وأنت تريد هذا أسد الليث، هذا محمد أبو زيد، هذا قمر بدر، وهكذا. الصورة الثانية إضافة الموصوف إلى الصفة، كأن تقول هذا رجل فاضل، هذا بيت كبير، موصوف صفة. طيب، فإذا أضفت الموصوف إلى الصفة، الموصوف في الحقيقة هو الصفة والموصوف شيء واحد، فتقول هذا بيت كبير، وهذا رجل فاضل. الصورة الثالثة إضافة الصفة إلى الموصوف، عكس الثانية، أن تقدم الصفة ثم تضيفها إلى الموصوف. ففي قولك هذا رجل فاضل، هذا بيت كبير، تقول هذا كبير بيت، هذا فاضل رجل. هذه الصور الثلاث كلها تدخل فيما يسمى بإضافة الشيء إلى نفسه. والنحويون يذكرون أن في هذه المسألة خلافا بين البصريين والكوفيين، بل هي من مسائل الخلاف المشهورة بين البصريين والكوفيين، وقد ذكرها كمال الدين الأنباري في كتابه المشهور في مسائل الخلاف، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. فيقولون إن البصريين يمنعون هذه المسألة بكل صورها، والكوفيون يجيزون هذه المسألة بكل صورها بشرط اختلاف اللفظين، وكل الأمثلة التي قلناها قبل قليل مختلفة اللفظين، كذا يصورون المسألة. ثم إنهم اتفقوا، البصريون والكوفيون اتفقوا على أنه جاء في الفصيح في السماع ما ظاهره أنه من إضافة الشيء إلى نفسه، نحو قول العرب جاءني سعيد كرز، اسمه سعيد ولقبه كرز، وذكرنا في باب العلم أن الاسم واللقب لك فيهما خمسة أوجه، جاءني سعيد كرز بدل، جاءني سعيد كرز عطف بيان، أو جاءني سعيد كرز خبر هذا محذوف، أو جاءني سعيد كرزا مفعول به لفعل محذوف أعني كرزا، ولك الوجه الخامس الإضافة جاءني سعيد كرز. طيب، ومن ذلك قول العرب حبة الحمقاء لبقلة تنبت في جانب الوادي جانب المسيل، فإذا زاد عليها الماء سقطت ثم وطئتها الأقدام، فيقول حبة الحمقاء. وقالوا صلاة الأولى، وقالوا مسجد الجامع، وهذه في الظاهر من إضافة الموصوف إلى الصفة، لأن المعنى في الظاهر الحبة الحمقاء، الصلاة الأولى، المسجد الجامع. وقالت العرب عليه جرد قطيفة، وعليه سحق عمامة، القطيفة من أنواع الثياب، جرد يعني مجرودة يعني خلق يعني بالية، وكذلك سحق عمامة يعني عمامة مسحوقة بالية. طيب، فهذا في ظاهره من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأنها عليه عمامة سحق يعني عمامة مسحوقة، ثم قدمت الصفة سحق عمامة، وعليه قطيفة جرد، ثم عليه جرد قطيفة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، المعنى الظاهر يعلم الأعين الخائنة، وقال استكبارا في الأرض ومكر السيئ، والمعنى الظاهر استكبارا في الأرض والمكر السيئ،
فالكوفيون أجازوا كل ذلك دون تأويل، قالوا يجوز أن تضيف الشيء إلى نفسه دون تأويل. وأما البصريون فمنعوا كل ذلك وتأولوا ما جاء في السماع، تأولوه. فكيف تأولوه؟ قالوا إن الكلام ليس على الإضافة، المعنى ليس على الإضافة، وإنما هناك أشياء مقدرة. يعني هذا المراد من الكلام العرب ليس على الإضافة وإنما على محذوف. فإذا قالوا حبة الحمقاء أي حبة البقلة الحمقاء، ثم حذفوا الموصوف. وإذا قالوا صلاة الأولى لا يريدون الصلاة الأولى وإنما صلاة الساعة الأولى. وإذا قالوا مسجد الجامع لا يريدون المسجد الجامع، ولو أرادوا لقالوا، وإنما يريدون مسجد المكان الجامع. وقولهم جاءني سعيد كرز لا يريدون سعيد وكرز، وإنما يريدون جاءني مسمى كرز، يعني جاءني هذا الرجل المسمى كرز. وإذا قالوا عليه سحق عمامة لا يريدون أن يقولوا عليه عمامة مسحوقة بالية، وإنما يريدون أن يقولوا عليه سحق عمامة أي عليه شيء مسحوق مما يسميه الناس عمامة. يعني هذا أسلوب عربي إذا أردت أن تقلل الشيء، لأنه يمكن أن يقولوا عليه عمامة سحق، أو عليه عمامة مسحوقة، أو عليه عمامة بالية. هم لا يريدون أن يثبتوا له عمامة أصلا، ويبقى عليه يعني شيء مسحوق مما يسمى عمامة، فعليه سحق عمامة. وكذلك جرد قطيفة، يعني لا يريد أن يقول عليه قطيفة جرد يعني مجرودة خلق بالية، وإنما عليه شيء جرد شيء بال مما يسميه الناس قطيفة. ومن ذلك قوله عز وجل حق اليقين ولا دار الآخرة وبجانب الغربي. فالكوفيون يقول هذه على الإضافة، حق اليقين كقولك الحق اليقين، ولا دار الآخرة كقولك الدار الآخرة، وبجانب الغربي كقولك بالجانب الغربي. والبصريون قالوا لا، المعنى ليس على الإضافة وإنما على تقدير محذوف، أي حق الأمر اليقين ودار المنزلة الآخرة وجانب المكان الغربي. ويتضح الأمر، الخلاف بين البصريين والكوفيين في نحو هذه المسألة يتضح في نحو هل يجوز أن يقول العربي مسجد الكبير، هذا مسجد الكبير، وأنت تريد هذا المسجد الكبير، فبدل من أن تأتي به على الصفة تأتي به على الإضافة، وهل تقول هذا وقف النافع، تريد الوقف النافع، وتقول موقف النظيف أي الموقف النظيف، هل يجوز لك أن تقول ذلك؟ على ظاهر كلام الكوفيين يجوز، أما على مذهب البصريين هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في اللغة، إلا إذا كان المتكلم يقصد إلى شيء محذوف مقدر، فيريد مثلا بمسجد الكبير، هذا مسجد الكبير، هذا مسجد الشارع الكبير، كان يسمى مثلا هذا المسجد مسجد الشارع الكبير، ثم تعرف الناس على ذلك وحذفوا الشارع فصارت مسجد الكبير. هم يريدون ذلك، لا يريدون الإضافة، لا يريدون إضافة المسجد إلى الكبير، وإنما يريدون إضافة المسجد إلى موصوف محذوف. حينئذ نقول يجوز، ويجوز لنا أن نقول مسجد الكبير على هذا المعنى. وكذلك وقف النافع، لو كنا نريد وقف الخير النافع مثلا
ثم اختصرناه لأنه معروف وكذا، وقف النافعي أو موقف النظيفي، أي موقف المكان النظيفي، فكل ما كان معلوما جاز حذفه. فهنا مكان الخلاف بين البصريين والكوفيين، وليس فقط مجرد خلاف ثم إن البصريين تكلفوا في تخريج هذا المسموع، وإنما الخلاف أصلا في معنى الكلام عند العرب، هل المعنى في مثل هذه الشواهد سواء في القرآن أو في كلام العرب على الإضافة؟ فقولك مسجد الجامع كقولك المسجد الجامع، أما أن العرب لا تريد ذلك، وإنما كانت تريد مسجد المكان الجامع ثم حذفت المكان. فهذا هو تحرير الخلاف بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، من الفوائد في هذا الدرس يا إخوان قول ابن مالك رحمه الله تعالى: الجعد الشعر. الشعر فيه لغتان، الأولى بفتح العين الشعر وهي أعلى، والثانية التسكين الشعر وهي جائزة. والشعر أو الشعر يجمع على شعور وعلى أشعار وعلى شعار، ويقال رجل أشعر ورجل شعر ورجل شعراني إذا كان شعره كثيرا طويلا. والجعد، الجعد صفة مشبهة من جعد شعره جعودة، ضد صبط شعره سبوطة إذا انبسط واسترسل، إذا كان الشعر مسترسلا فهو سبط، وإذا كان غير ذلك فهو جعد. من الفوائد أيضا مما سبق قوله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نحن خرجناها قبل قليل على أنها من اكتساب المضاف التاني، التذكير من المضاف إليه. وفي تخريج الآية أقوال كثيرة، ولابن هشام رحمه الله تعالى رسالة ذكر فيها 14 قولا في تخريج الآية، وهناك مناظرة شهيرة أو مناظرة مشهورة في تخريج الآية بين الروذراوي وابن مالك رحمه الله تعالى، وكونها مما اكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير هذا قول محتمل، ولكنه ليس من الأقوال القوية في الآية. وأقوى منه أن كلمة قريب في اللغة إذا أردت بها قرب النسب فيجب أن تطابق الموصوف تذكيرا وتأنيثا، فتقول محمد قريب زيد وهند قريبة زيد. وإذا أردت بقريب قرب المسافة والمكان فيجوز لك التذكير والتأنيث مع المؤنث، فتقول مع المذكر محمد قريب من البيت أو قريب من المسجد، وهند قريبة من البيت وهند قريب من البيت. والشواهد على ذلك كثيرة من كلام العرب، وعلى ذلك أيضا يحمل قوله عز وجل: لعل الساعة قريب. فهذه الآية وإن رحمة الله قريب محمولتان على أن المراد هنا القرب الظرفي، فلهذا جاز لك التذكير وجاز لك التأنيث. فإن قلت فلما صرفت الآيتان عن التأنيث إلى التذكير، فهذه لنكتة بلاغية. لكن من الوهم أن يقال إن نحو هذه الآية إن رحمة الله قريب أو لعل الساعة قريب، أن يقال إن التذكير إنما جاز لأن التأنيث مجازي، الرحمة تأنيثها مجازي والساعة تأنيثها مجازي، فلهذا جاز لك التذكير والتأنيث. لهذا وهم،
لأن التذكير والتأنيث إنما يجوزان مع المؤنث المجازي في فعله، في فعله المتقدم، تقول طلعت الشمس أو طلع الشمس، كلاهما جائز. لكن في غير الفعل، يعني في الصفة، في الوصف، لا يجوز لك إلا المطابقة، لا تقول إلا الشمس طالعة، ولا تقول الشمس طالع، يعني ما قبل المؤنث المجازي لك فيه التذكير والتأنيث، لكن ما بعده ليس لك إلا المطابقة حتى مع الفعل، تقول الشمس طلعت ولا تقول الشمس طلع، وتقول الشمس طالعة، وعلى ذلك لا يجوز أن تقول إن رحمة الله قريب من هذا، لأن قريب بعد المؤنث المجازي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.